هاي هات المكرون هاي الشكشوكه تشوفها تقول له هات فنان اذاعه هات الشكشوكه هات له اعطيه الشكشوكه خرجوا خرجوا اجري حارتين شكشوكه حط له حط غادي يمثلوا في فيلم تو مش خذ لي الشكشوكه اعطيني شكشوكه اي اسمع ما تضطرين وسكر اي قولوا امانه اللهم صل على رسول الله شكرا بريك الواحد يديني اربع عروض اوروبيه ما تيجيش اهلا وسهلا بالجميع برضا الله برضا الوالدين نلتقي هذا اليوم من جوهرة الساحل من مدينة سوسة سنزور مطعم من المطاعم التي وجدت منذ الحرب العالمية الثانية منذ سنة 1947 سنرى بعض الأطباق الزمنية المعروفة بها مدينة سوسة وخاصة هذا المطعم يال واحد شكشوك هاي واحد شكشوك اعطيه واحد شكشوكه كلاي اي واحد شكشوكه وخر ثاني انت تقول من غديك وخر ثاني خلي يصورني اي وخر ثاني برا البر بعد بعيد وخر ثاني هذه شكشوكه في المصري شكشوكه بالخضره هذه اللهم صل عليه بها فيها السلق والمعدنوس في اللفاحات كلها الثوم الكرويه فهمت اللهم صل يعني بها حاجه عربي وحاجه تقليديه اليوم. حتى جيت بكري انه شكشوكه فيها تلف لف فيها هذيك الشكشوكه تبدا الديماراج نتاعها من 8 حتى ل 10 ونص واشتر السلعه ساعه تمشي اون بورتي طريقه التطيب نتاعها اي فما وقت اي وقت طويل معناتها مش كي كي الغاز كي الفحم فهمتك لازمك يمشي سله سله كيما تشوف كويس تاع الكانون عربي الشيخ علي هذه جاني الشيخ علي فنان تو براسك عامل بديت نخرج فوق ال 40 سنه خدمه مش نتاع من عمري 45 هذاك الوالد الوالد كان الوالد وحنيني اي بون ندخل اني فهمت كي يقول بعد اني العمر 15 ونص خلينا نرجعوا المكونات تاع الشكشوكه الشكشوكه فيها كل شيء هي فيها الفول المصري فيها السلق فيها المعدنوس فيها الفحات فهي شنو هي الكونتيتي هي اللي تحكم لا فيها لا الحم لا 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 فما حتى شيء عربي وفيها عظيمه من الفوق حاجه عربي وبون فهمت كي يقولوها فهمت حاجه كي تقول لي شكري حاولوا باش يطيبوها في الدار ما طلعوهاش ما يطلعوهاش اني بون كونتيتي كبيره ليكسبيريونس نتاعي فهمت ياسر خدمت حتى الافراح قبل وقت الولد حي فهمت سي شديت الحوينت والحمد لله رب العالمين الفيلم نتاعك ما يجوكش على شكشوكه برك شنو اللي عندك اخر عندي عندي المكرونه وفهمت وتو باش نرجع الدجاج عندي ياسر الدجاج ما خدمتوش باش نرجعه من رمضان شكل الفطر دجاج مرقة مرقة نتاع بطاطا باللوبيا بالشلبانة فهمت ونهار الخميس يبدا عندي لحم العلوش لهنا كل شيء هذه اشبه هذه الشيء اللي موجود فيها هذه تو قاعدة تو نقلي في المرويطة الرابعة هذه المكرونة هذه فيها الري هاي شفت الري هذه هاي بالري هذه هاي سيدي الري يا جماعة هاي ايش الري راي الري الري راي لو راي دو مير في سوريا او لو راي دو مير مال حوت ابيض جي جيريا جي اللهم صل عني بيه فهمت جيري هاك شوف شوف جو جو كما انا واحد باهي اي قولوا امانه اللهم صل على رسول الله شكرا ورجالي امريكا واحد يديني اربع عروض اوروبيه ما تجيش خلينا نحضروا مع الاخوين في تجربه المكرونه بالريا نتاع اخونا شكري في مطعم الوردي ايه من عام 47 وقتها قداش عمرك خليني نسالك سؤال بركه بسيط جدا فرق ما بين المحلات الجديده المطاعم الجديده الفاست فود الاكل السريع والواحد وها المحل كيف هكا اللي تلقى فيه اطباق بصراحه زمنيه
تاع الكوجينه وتاع الدار تاع العائله. اعطيني راي هاي الاتفاق ساعه بالكوجينه مع الحل هذا كما قلت تخدم برك كما هو خدم فيه بو وحنين وكل كما احنا حنينا يجيك لنا وبيات وعلمونا احنا نشوفنا شنو الفرق بطبيعه الحال تجربت متاع اخرى جديده وجربت الميك اللي عنده هل تطيب على الفحم عنده بنه سبيسيال ولا بنه سبيسيال ولا شنو هي تبان فيه الخوت بنه سبيسيال الاطباق اللي تجيب واحد الوردي يعني شنو مثلا الاطباق اللي تقوها المكرونه بالرايه زاد الشكشوكه حتى عنده قبل عنده مرقه بالجيز هذا منين برشا صديق راك تسخن ولا تبرد ولا تاخر برد ولا تبرد ولا تبرد اعطيني رايك اخويا في الشكشوكه تاع الوردي حاجة لا لا مقرونة بالراية عادي هذه حاجة أخرى ترى سباجيتي معناها سباجيتي وجاية معها الخضرة معناها فلفل وكل شيء حاجة أخرى واحد يقوم لها مصباح بالذمة معناها أنا تو قايم النوم حبيت تقوم تعمل كيسة حليب وكعبة كيك نجي نعمل حاجة مقرونة بالراية نحمك شكري حاجة أخرى ترى تلقاش تلقى لكشة نتاع راية غادي والله أنا اللي نعطيها لولد خالي ما ناكلهاش ما ناكلهاش هاي الراية سيدي هاي سيدي معناها كل واحد يلقى صحين عرفتوها الراية اللي شفناها قبيلة في المرميتة والصحين هذايا خويا هاي الراية الله يكرمها هاي الراية صاحبي هاي الراية سيدي شفتوها هاي الراية هاي الراية شوفوا هذه الراية شفت المكونات نتاعها بسيطة جدا وبنينة جدا وبنينة برشا بنينة برشا ال اي يا عم سلم صاحبك كامل ولا اشترك هذه المقارنة بالراية حاضرة هذا عند خويا شكري فهمت وصل لك الراية كشتالة التطيب العربي الفاوح وصل اللهم صلي على رسول الله فهمت اللي رجعنا عن حاجة تقليدية احنا نتاع قبل الفاح نتاعها والمكونات نتاعها المكونات كلها الفاح ظاهرين فهمت الرية ولا فهمت موجودة والفحات هذيك فهمت الفلفل لك حلو في وسطها فهمت كيقولوها فهمت لمحمد رسول الله الكلافس في وسطها شكري فما فما خاطر فما دوزاج لهنا دوزاج في المرميطة يلزمك تحطها بون مش مرميطة صغيرة كي مرميطة كبيرة بون لهنا فهمت باش تشوف حاجة أخرى شتي الإضافة اللي يعملها التطيب على الفحم؟ الإضافة كي يقول لك المرميطة يتنفس عليها مولاها يعني نتنفس عليها كيما حنيني كيما بابا كيما أني نتنفس عليها فهمتك بحول الله تطلع مريقلة الفحم عنده دور تطيب سلة جنوب إيه الفحم عنده دور لكن حتى الفحات والدوزاج عنده دور فهمت وقت نتاع مثلا المرميطة هذه باش تحضر تطيب قداش قداش يلزمها وقتها؟ أي لا على الفحم هي بيدو على الغاز أعطي الدخل هي بيدو التوقيت هو بيدو كي تكون على الغاز مثلا ولا لا لا مش كيف لا تعرف قداش المرميطة يحب لها ساعة ونص راهي ساعة ونص مش نتاع تعطيها ديما فهمت كي يقولوها ساعة تقنية ونص ساعة تكميلية فهمت وصل لك كيفاش فهمت اعطيه الكلايطه يعرف لشكون اعطيه شكري بالنسبه للسويم تاو نتاع لي بلان تاعك المقرونه بالرايه والشكشوكه السويم متناولي جميع السويم مرفقه اي نبي الشكشوكه بقداش الشكشوكه بتضرب 500 المكرونه كيفها تضرب 500 اي المرقه الدجاج ب 6000 المرقه الحلوشه صحين ب 10000 صحين ب 10000 فهمت حاجة مرفقة اللي مش يجي لسوسة ويعمل سوسة مثلا يحب يمشي يفطر بحذا الوردي ايه يأكل حويجة هكا ويأكل الزملية الوقت مثلا وقت ايش ينجم يلقاك مفتوح تحت مثل مفتوح يبدأ نبدأ نبيع اسمعني مش نعاود مش نعاود مش نعاود مش نعاود مش نعاود مش نعاود
شنو هي ال 20,000 بابا ضياء؟ 16,500 دونك كيف نقال لكم خونا شكري التوقيت نتاع العمل نتاعو خير نص نهار ونص تقريبا اللي يكمل العمل نتاعو هذه المقرونه بالراي اللي تحضر هذه القانون نتاعو نتاع الفحم اللي ما تعرفوش حتى في حانوت اخر اضافه شفت لا وفحم زيتون مش فحم نتاع واحده يخدم تريف شكل هاي 16,500 تفضل نهار لحد تخدم ولا راحه خلي بعد خير خلي بعد نهار لحد لكن يا ما بنبدل